الخبير العسكري الاسرائيلي. انا بشرك على النصيحه بس انا مش بتفضل. مش بيت انت كل شيء تفضل. انت الكلب يا اخوان هشرح لك شيء. وهالمره حاكد خلصت وفشلت. بعد ما تحولت اللحية الكثيفة من لحية بتخوف صارت اليوم موضة من الموضات العالمية وبنلعب فيها كمان. بس قبل كيف كان الوضع؟ تعرضت اللحية بالسياسة لكتير من التطورات. فبالأول كنا نخاف من دقن الشبيح وتمرق علينا دقن الإسلامي، بعدين صارت تمرق دقن الفرقة الرابعة بس ما بتمرق جبهة النصرة. يعني تاريخيا بالسياسة في دقن ممشطة ودقن ممشطة؟ يا سيدي عبر التاريخ جنب لحيات رجال الدين كان في لحى لمفكرين وكتاب ورسامين، صدقني جنبهم كان الدقن أبو قتادة وأبو بكر البغدادي تبين مزحة. من الذقون المشهورة ذقنوا جيفارا وكاسترو. بزمانه جيلية تعرضت على كاسترو نص مليون دولار كرمال يحلقها وما حلقها. أصيل الكاسترو أصيل. بس كيف فينا نميز اللحية اللي منخاف منها واللحية اللي ما منخاف منها؟ لك حتى لحى التمثيل والادعاء بتخوف. شي بيمثل إنه إسلامي، شي بيمثل إنه مثقف، شي بيمثل إنه شبيح. لك هاي اللحيات بتجي مثل لحى الممثلين تبع المسلسلات التاريخية، تلزيق حتى تعود إلى جادة الصواب. بس اللحية في علاقة مباشرة بالسياسة مستر كونسبشن، ما هيك؟ اسمع مني هالقصة يا سيدي. بأيام زمان أيام الانتداب حاولوا الفرنساويين يوقفوا الحركة الوطنية، قاموا جابوا تاج الدين الحسني شيخ معمم بلحية حطوا رئيس للحكومة مشان يكسبوا عواطف الشعب. بس المظاهرات خلعته وانعزل الشيخ. بعد ما فشلت المفاوضات رجعوه للشيخ تاج، بس هالمرة خلوه يحلق لحيته ولبسوه بنطلون بدل الجبة. يعني حلقها؟ ايه حلقها. يا اخي اسمع هالشوفة، والله الواحد بيشتهي يربيها للدقن مو يحلقها. ليش فينك تاخد فيزا لعندها؟ لما ربي لحيتي هي بتجي لعندي. ايه وين بدي اقولها هي تبع تابعونا على الفيسبوك وعملوا لنا لايك وشير. هلا بدي اقولها. سجلت خلصت. طيب تابعونا.